وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب مع عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. هناك أنباء عن صفقة أمريكية تمنح بغداد استثناء من عقوبات إيران مقابل استثمارات في العراق، إلى أي مدى يمكن أن تتغير وجهة الحكومة في بغداد؟ من المؤكد تماما أن الأمريكان يمتلكون القرار السيادي في العراق، وبالتالي إذا ما مددوا عملية الاستثناء وهو المتوقع لإنقاذ النظام الإيراني من الحصار الاقتصادي، حقيقة لابد أن تكون شروط أمريكية واضحة، وأن تكون للشركات الكبرى موطئ قدم يدر عليهم مالا وفيرا من مال العراق، وبالتالي سيكسب ترامب حملة انتخابية قادمة ودعم لهذه الشركات الكبرى سواء على المستوى القطاع الكهربائي أو على غيره من القطاعات الأخرى، وبالتالي هو سيستحوذ على المال العراقي بطريقة كبيرة تماما، وبالتالي لا يمكن محاسبة هذه الشركات. وهذا حقيقة يعكس مدى أن عملية الحصار الاقتصادي على إيران ليست بالواقع الجدي، لأن العراق هو الذي يكون المتنفس الأساسي لإنقاذ إيران، وبالتالي إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على منح العراق استثناء ويبقى الوضع على ما هو عليه، بمعنى أنه الابتزاز الأمريكي الذي يحصل بسبب إيران هو ابتزاز مالي لدول الخليج وليس حصارا فاعلا على النظام الإيراني، والمراد منه تحجيم إيران في المنطقة، لأن العراق هو البوابة الرئيسية لإنقاذ الاقتصاد الإيراني. لذلك حقيقة كان المفروض أنه تفرض الولايات المتحدة شروطا بتغيير وجهة العراق في استيراد الكهرباء والغاز من العروض المقدمة، سواء من مصر الذي قد أقدمت عرضا بثلاثة سنت سعر الكهرباء بدل ما يستورد من إيران بتسعة سنت. لذلك حقيقة الآن أمام كشف الحقائق من خلال الاستثناء القادم. لكن يعني في المقابل خرج عاد عبد المهدي لينفي صحة الطرح الذي قال أن واشنطن استثنت العراق من عقوبات إيرانية. لماذا ينفي عبد المهدي هذه الصفقة برأيكم؟ عبد المهدي حقيقة يريد أن يقول أنه وقع استثناء مع شركة ألمانية سيمز لإعادة الكهرباء، وبالتالي هو يريد أن يقول أن 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 هذه الشركة قد قدمت عرضا ورفعه للولايات المتحدة بخلال أربع سنوات قادمة، ما معنى أنه يريد بقاء الحال في الاقتصاد مع إيران والكهرباء مع إيران دون أن تكون هناك شركات أمريكية، لأن معلوم تماما أنه إذا أقدمت الشركات الأمريكية على العراق فإنه هذا حقيقة سيزيد من النفوذ الأمريكي بالضغط على الحكومة، وهذا أيضا لا تريده إيران. لذلك إيران تدفع بحكومة عادل عبد المهدي بعملية المراوغة للالتفاف على هذه القضية، لكن هذا النفي أو سواء سيؤكد بعد أيام لا يعني شيئا أمام القرارات الأمريكية التي تصدر في العراق، لأن هؤلاء لا يمتلكون سيادة حقيقية يمكن أن يواجهوا القرارات الأمريكية وشروط الولايات المتحدة الأمريكية التي ستفرضها على الحكومة وعلى البرلمان، لكنهم فقط هم يرغبون بأن تكون هناك حقيقة استثناء فعليا من أجل إنقاذ النظام الإيراني، وهذه ما تطمح به الأطراف السياسية دون النظر إلى مآلات الأمور من خلال السيادة الاقتصادية العراقية الموجودة أو من خلال إيجاد شركات احتكارية قادمة ستكون حقيقة عبء كبير على الشعب العراقي، على الاقتصاد العراقي، على السيادة العراقية، وبالتالي سيكون هناك مزيدا من التدخلات والصراعات الإقليمية على الأرض العراقية. لكن المتتبع إلى حالة الشارع العراقي والحالة التي يعيشها من الغليان خوفا من انفجار الشارع نتيجة تردي الخدمات بشكل عام والكهرباء على رأسها، ألا ترون أن عبد المهدي لا يملك أي خيارات سوى أن يقبل بهذه الصفقة الأمريكية؟ بالتأكيد عادل عبد المهدي لا، الخيارات موجودة، لكن عادل عبد المهدي هذه الخيارات غير قابلة للنقاش، لأنه القرار الرسمي في العراق هو لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هؤلاء حقيقة لا يمتلكون السياسة وهو جزء من عملية إرضاء الولايات المتحدة لبقائه في مناصبهم، والشارع الذي يريد أن ينفجر لا تتوفر له خدمات بالمطلق، حتى إذا ما جاءت هذه الشروط تتوفر له الخدمات. الكهرباء القادمة من الإيرانيون وحجم الميجاوات الذي يتم شراؤها هي أكذوبة وفضائية،
العراق لا يمتلك كهرباء، وحتى القادم من ايران المستورد من ايران هو لا يلبي طموح الشعب العراقي بالمطلق، وبالتالي هي حقيقه صفقه فاسده لا تمثل ربع الناتج الكهربائي الذي يدخل الى العراق. وهناك خيارات كثيره كان بالامكان ان يتم سلوكها، سواء استيراد الكهرباء من مصر او من الاردن او من مناطق اخرى، وثم العمل على ان تكون هناك محطات حقيقيه، او اعاده منطقه او محطه اليوسفيه التي يمكن ان تغذي العراق ودول مجاوره اذا ما تم اعاده الاتفاق مع الشركه الروسيه. هنا خيارات كثيره لعادل عبد المهدي، لكن حقيقه هؤلاء لا يمتلكون قرارا بالرفض، هؤلاء هم من طيب. جاء بهم المحتل، وبالتالي هم يريدون ان يصوروا لانفسهم انهم اصحاب قرار، لكن في الحقيقه هم يتوسلون بالسفير الامريكي في بغداد، وبالتالي هم يريدون ان لا يغضبوا امريكا حتى يبقوا في مناصبهم. والشارع العراقي هو مهيئ للانفجار، لأن الخدمات صفر والكهرباء حقيقة دون المستوى المطلوب بالمطلق، وبالتالي ما يجري من انحدار كبير على الوضع الخدمي في العراق حقيقة سيؤهل لصيف ساخن قادم بالعراق. لكن المثير للجدل هو ما صرح به سفير إيران لدى بريطانيا قائلا أن واشنطن ستمنح إعفاءات للحكومة في العراق، هل هذا يعني تراجع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أم أنه خوف من قدرات إيران في العراق؟ أولا قدرات إيران صفر في العراق، لأنه نعم الإيرانيون متوغلون عسكريا ميليشياويا مخابراتيا في العراق، لكن هذا حقيقة لا يعطي الولايات المتحدة التي هي من سمحت لهذا التغول، وبالتالي إذا ما أرادت أن يكون هناك فعلا جديا في العراق فإن الشعب العراقي قادر على حقيقة تغليم أظافر إيران بقوة في العراق، لا سيما أن الشارع الجنوبي والشارع الغربي والشمالي مهيئ، وكل المكونات العراقية أصبحت اليوم تعلم أن العدو الحقيقي إيران في العراق وأنها هي سبب الدمار الكبير. لذلك حقيقة هذه الاستثناءات تأتي لأنه لا زالت إذا أمريكا تريد بقاء النفوذ الإيراني في المنطقة، لأن النفوذ الإيراني يعني ابتزاز دول الخليج، وبالتالي لولا النفوذ الإيراني لما ابتزت الولايات المتحدة دول الخليج بهكذا مليارات من الدولارات، ولا زال الدفع موجود. وبالتالي الوجود العسكري هذا يؤكد على أنه ليس موجه لإيران، إنما موجه للمنطقة العربية ربما على تقسيمها ولصالح صفقة القارب، وربما هناك استهداف وتضييق على الدولة التركية وليس على الدولة الإيرانية. إذا نحن أمام حقيقة كشف للحقائق في الأسابيع القادمة إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على استثناءات وإنقاذ حقيقي للنظام الإيراني الذي يتهاوى من الداخل بسبب الإطار الموجود. كان معنا عبر سكاي من عمان الكاتب والمحلل السياسي الشيخ عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك.